السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أعزائي المتابعين والمتابعات. كلاسيكو الأرض، كلاسيكو كرة القدم، الكلاسيكو الأعظم والمباراة الأفضل في التاريخ بحضور من؟ بحضور ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي المتخلف الذي لن يفعل شيء. مواجهة شرسة بين القطبين اللي يعني لطالما متعونا ريال مدريد وبرشلونة، ومواجهة شرسة بين ليفاندوفسكي وبنزيمة، ومواجهة شرسة بين بيكي مش موجود بيول طلع مش ولا بد، الله يخزيك. أعزائي المتابعين، طبعا راح نصور ردة فعل مع خيارة، كنت أصور ردة فعل لحالي بس قلت بدي واحد برشلونة أهبل أتخوض عليه. وين برشلونة أهبل؟ هسا نشوف مين هسا طبعاً تحكم. أنا حشجع ريال مدريد، يعني هسا بلاش حد يزعل مني ويقول لي أنت تركت تشجيع برشلونة وصرت تشجع ريال مدريد. لا، روحوا على الانستغرام وشوفوا الجمهور بقول لي لا تشجع برشلونة، أنت النحس، أنت المش عارف شو. فأنا قلت لهم ماشي حشجع ريال مدريد وشوف هل انا النحس. اذا خسر مدريد انا النحس، اذا فاز ريال مدريد وخسر برشلونه معناته مو انا النحس. فلا تجوا يعني اذا بخسر فريقك تحط الحق علي، انا مالي دخل. انت وجهك نحس. فمعنا الاسطوره كيارا، طبعا مغطي البلوزه لانها كبيره. لا بالله عليك، بالله لانها واسعه، لا بالله عليك، ومبينه تنوره. لا بالله عليك انسى، ماشي ما علينا. انا احلى هيك على الداخل تمام ولا على الخارج؟ ولا على النازل؟ شوفوا الله 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 ما بالله عليك. طيب اعزائي المتابعين، انا توقعاتي انه ريال مدريد حيفوز. ليش؟ لانه دفاع برشلونه بكيه مش موجود، يعني بكيه مو اساسي، بس دفاع برشلونه سيء جدا، واتوقع انه كلاسيكو جدا جميل. ليش؟ لانه مساعد بيحضر في المباراه بارضيه الملعب، ومساعد وجهه مساعد الفوزان بجوز هسه نشوفه، ومساعد والله. ومساعد وجهه كثير حلو. الو يا رب جول. الو لا لا. فانت بتتوقع مين يفوز؟ برشلونه 3-1 3-1 تمام؟ 3-1 سجل لي اياها. انا بتوقع يفوز ريال مدريد، تكون 3-2 النتيجه، لانه يعني فيها تسجيل. تشكيله فريقك عزيزي خياره في مجال تقراها؟ طيب تمام، مع ان دقيقه بس عشان انا مش شايف. تيرشتيجن هو الحارس. الحارس تمام، وعندنا روبرتو الخط اليمين. انت فيش داعي بس اقرا التشكيله. تمام، وعندنا كوندي، وعندنا جاريسا، وعندنا بالدي، وعندنا بوستيكن. اوكي بوستيكن. وعندنا بيدر، وعندنا دي 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 يونغ دي دي يونغ، وعندنا رافينا وين التا؟ وعنا انت ليه لابسها هاي؟ ليفاندوفسكي اللي هو البلوز اللي لابسها صح؟ وعنا ديمبلي. يعني تشكيلتنا نار، بس هو الدفاع شوي يعني في مش ولا بد مش مشكلة. طبعا منور بالشلحة. طبعا تشكيلة ريال مدريد هي لونين بدل كورتوا لانه كورتوا مصاب. لونين هل اليوم راح نشوف وجهه ثلاث اربع الوان بسبب الاهداف اللي حيحطها فيه ليفاندوفسكي؟ كارفاخال، ميليتاو، الابا، مندي. طبعا رودريجو ما شارك، ليش؟ لانه مصاب، وجهه فيه 20 قطبه. مودريتش، تشواميني، كروس، فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس. وهيا بنا لنبدا المباراه اعزائي المتابعين. يا رب ها فيها جول. يعني على اللعب هذا ما اتوقع في جول اول 10 دقائق، ممكن بعد ال 10 دقائق نشوف لنا جول. اول ربع ساعه في جول. ما حرام انت. انا متعصب ابعد عني، ممكن اسلخ فيه. بالله عليك ولا والله ولك زي الطلقه. والله زي الطلقه خف عقلي. اسف. لا والله ما بتنعاد. خلاص وربي اقسم بالله زي الطلقه، يخرب بيت اليهود. بده يضل يطبل عشان يطلع ابوي هسه يدعس عرقابنا. طبعا بما انك برشلوني خليني احكي لك هالمعلومه. في كل مره بيخسر فيها ريال مدريد الكلاسيكو وبنتيجه يعني مرتبه، ريال مدريد بوخذ دوري ابطال اوروبا. هل تعلم انه مدريد بس تلعب مع برشلونه مدريد بتخاف؟ ماشي معاي بهالحكي؟ ماشي يا ابو شلحه معاي؟ ماشي تستري يا بنت يم العشاشي. تستري يا زلمه، ايش مالك يا زلمه؟ بلوز قلت الوطن العربي. ها 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 لا 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 ما هو مجنون. يلا بلنتي بلنتي. لا تسلل. كل هذا يا حكم بالاخير تسلل؟ والله حرام، اقسم بالله حرام يا زلمه. والله فريق عامل شغل مرتب. انا اول مره بشجع ريال مدريد ضد برشلونه. بالعاده بشجعهم ضد مين؟ ضد جماعه شو له؟ والله شو كادت ان تكون يا اخر الدنيا يا اخر الدنيا. لا والله كادت ان تكون بشجعهم ضد تشيلسي، ضد السيتي، ضد باريس هيك، انما ضد برشلونه هاي اول مره. الصراحه الشعور غريب. شواربك نبزن جا. والله اشردي اشردي. كيف حالك يا عم؟ شو اخبارك؟ على راسي يا عم.
برشلوني ليش يا عم؟ روح. اوه شكله ابوي مدريدي، والله انا اول مره بعرف ابوي ايش بتشجع. الوحدات. سفكنا من الوحدات وفيصل. يلا انت مين بتشجع؟ برشلونه. اوه برشلونه. برشلونه والله على راسي يا عم. بدي تيشيرت. والله بوس على راسي. بدك تيشيرت لبرشلونه؟ على راسي يا عم. روح اقلب. روح. موقع عليها؟ موقع عليها من ميسي. طيب اعزائي المتابعين، انا ضد اثنين برشلونيه وابوي موجود بالنص، يعني بقدرش احكي اي شيء هسه على برشلونه. كلمه ولا لا بتقدر تحكي. اها هيو الفيني، هيو الفيني موجود. اسكت هيو الفيني. هيو ضيع جول 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 جول. ابلع ابلع انت ابوي. عمك بنزيما. ابلع ابلع من بنزيما. ما عنديش غير واحد مدريد والله. لا والله عندي واحد زهري. دقيقه قول خا ابلع عشان ابوك مش راضي يحكي. بنزيما ابوي يلبس بنزيما. مدريد يا ولد يا ولد يا بنزيما يا اسطوره. يا اسطوره يا وحش. بشغلوه بنزيما. اه هو عشان اوريكم بنزيما ترى. عاش ابوي. 12 seconds later. مش طيبه. برشلوني ما بقدر ما بقدر ما بقدر. وانا ليش طلعت برشلوني؟ مو تربايته طبعا. انا ما عرفتكم ابوي. أبوي الذي لم تلد أمي. أحمد موسى من أقوى مشجعين برشلونة، يعني من أقوى مشجعين برشلونة المتعصبين. زي ما شفتوا أعزائي المتابعين ما قدرش يعني يلبس ريال مدريد، يعني دقيقة ما بتحمل، لأنه يعني بوجهة نظره أنه ريال مدريد اللي بلبسه بصير عار ومعار ومن هالحكي هذا. نوري عار. عار ايش؟ هيني فايز شاطر بضحك بالاخير بس. ماشي انت مش هتضحك لا بالاول ولا بالاخير. شوف النقله. قوم شوي يابا. بسرعه 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 نقول نقول بسرعه بسرعه بسرعه. غير الاقوال. طبعا يابا ميسي مش اساسي. هو ليش رجع لبرشلونه؟ اوه لا مصحصح ابوي، انا مفكرته مش مصحصح. طبعا ابوي من عشاق ميسي ويقول ان ميسي افضل من لمس الكره، ولا تقول لي لا رونالدو ولا غيراته ولا لاعب. تشافي الونسو. مين تشافي الونسو يا زلمه؟ تشافي الكلام معهم قبل. تشافي هرنانديز كان رقم 6 كمان في عام 1888. تشافي الونسو انضم لنادي برشلونه. كم طوله؟ طوله 13 طول اللاعب 175 سنتي. صح تمام صح. يتميز بحلقه الدقن. صح حتى بخذها شفر عكسي. صح واللاعب هذا يعني من الاساسيات تبعت برشلونه، من اول مؤسسين برشلونه يعني. صح. الاكبر تجار الجوال. برا برا والله يا صعبه. برا والله حرام. مين اللي ضيعها؟ مين اللي ضيعها؟ رد عيد لنا اللقطه يا مخرج. والله اذا ليفاندوفسكي سوف يثبت كلامي انه هاي الصفقه فاشله وهذا اللاعب تافه. والله ليفاندوفسكي اوف. مين اللي ضيعها؟ ليفاندوفسكي. هو انا. اللي انت لابسه. فيها جول فيها جول فيها جول. يا زلمه غبي. انا ليه زعلان؟ شو مالك؟ انا كأنه البرشلونه اللي جواتي مش المدريد مش قادر يطغى عليه. مارسيلو صار عمره 56. مودريتش مش مارسيلو، مودريتش 55 سنه بيلعب يابا. انت قد ايه عمرك يابا؟ مبين شبيه بس مبين جد. شو اللي عمره 45؟ 45 سنه ما شاء الله. قربت لحقك. مبين اصغر يا عم. يابا انت بتحاول تظبط بناتي عندي في القناه. فشرت عينه. ما شاء الله تبارك الله. 60 سنة 60 سنة من العطاء. ومودريتش أصغر منك 5 سنين بيلعب. احترم أبوك تحكيش معاه. ماشي ماني بلعب أنا كمان. تلعب بذيلك يابا. شوف في مساحات يعني سهل إنك تخترق، بس برشلونة ملاقيين صعوبة. هو بعره بعره. جاب العيد. لا 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 جاب العيد. فينيسيوس حيوكل من حشو. حيوكل حيوكل مش حيوكل. حيوكل مش حيوكل. يسدد مش حيسدد. شكلها جول شكلها جول من كروس بريالدو مع فالفيردي وجول. أعزائي المتابعين ها هو فالفيردي الأسطورة يسجل أم الهدف من أعالي البحار ومن منتصف أرضية الملعب بصاروخية زاحفة. قلت لكم أعزائي المتابعين احترم أبوك مشجع برشلونة. احترم مشجع برشلونة. اقعد. والله يابا مش عارف شو أقول لك، بس يعني الصراحة يعني احنا متعودين يابا 4-0 لبرشلونه 5-0 لبرشلونه، انما هاي المره شكلها فضيحه على برشلونه. طراخ صاروخ. هذا اذا هاي الطابه صد حدا بتنكسر رجله. هذا عنده رجل قاذفه. هذا فالفيردي اوروغوياني يابا. قديش عمره؟ قد
بعرفش بسأل أنا قديش عمره. وانتهى الشوط الأول أعزائي المتابعين بتقدم ريال مدريد باثنان مقابل صفر. أبي ما الذي يحدث مع فريقك يا أبي؟ الفريق متهالك، هو أصلاً اليوم طلعوا لعيبته ميسي وانيستا ونيمار بس قاعدين بلموا ناس نجيبوا لمم صحيح. ليفاندوفسكي هذا مين؟ ولا عارفين كفاية هذا عرة بايرن ميونخ جايبين وشارين وقال إيش إنه والله صفقة ناري. هل لك سر عند الله؟ وها قد بدأ الشوط الثاني أعزائي المتابعين وفقدنا أحد البرشلونية واللي هو أبوي قال أنا شبعت هيك قولين أكلتهم بكفي بس أنا ما شبعت. بدك كمان ها؟ يبدو أن خيارة لا يرضى بهدفين يريد أن يأكل أكثر أعزائي المتابعين أو أنه لم ييأس. نعم يبدو أنه لم ييأس ويريد تشافي لندد هلندز سوى خطة جديدة. تواصلت معه وقلت له يا تشافي هلندد إذا برشلونة ما بتفوز لا خلص خلص أصفقك بالنعال. لا خلص خلص أوه قول اقسم بالله خمس لاي والله شكله حيسدد ايها السيدات والسادة لا اريد ان اكون مبالغا ولكني ادعوكم لان تجهزوا كفنا برشلونة وصاحب يعني الله نعم تخلل نعم اقلع شوف كم سلك كنت عارف انا ساكت ورا يا عيل ساكت الله يخزيك يا حكم تخلل حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حكم يا رب ولعك المباراه هسه بتولع المباراه هسه بتولع المباراه تاخر كثير يا زلمه طلع يا حبيبي اذا سدد يا زلمه فيش دفاع يا زلمه وين الدفاع ايوه بفهمش في كره القدم بقول لك وين دفاع شو اللي بفهمش في كره القدم يعني واضح انه فيش دفاع هاي دخل هاي دي بدينه هذول ممكن يعملوا فرق هسه هلا ديمبلي حيتأنن واضح ليش هيك يا زلمه مين ديمبلي هذا يا زلمه رجعوا لنا ميسي يا زلمه عيط كمان عشان ينشروه على التيك توك ابن ميسي يا صديقي ميسي لقد ذهب ابن ميسي لقد ذهب ولم يعد ميسي قلت له تعيط بدنا رونالدو رجعوا لنا رونالدو مش قادرين نحط الرابع بلانتي لا بلانتي يا زلمه المايك الله يخزيك فيها بلانتي فيها حيرجع الا اذا انه ليفاندوفسكي تخوف بعرفش انا مش قادر احكم فيها الصراحه اوه شكلها جول ها برا ها يا اخي في حل للتسديد من بعيد ليه ما بشوطه من بعيد اخطر كوره لبرشلونه من 77 دقيقه اذا بفوز برشلونه بدي اعطيك قناتي الجيمينج طول فترة كأس العالم تنزل عليها فيديوهات اللي بدك إياها. أوه إذا بفوزوا برشلونة. الله الله الله. أو أقول لك إذا بتعادلوا برشلونة. أوف 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 أوف. هون نكون وصلنا لنهاية الحلقة شكرا لكم. لا 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 لا, لا. 10 دقائق بيجي فيها 13 جول. يا زول. بس لا والله بحكي جد بس هذا إذا كان إذا الفريق عنده روح وحط الهدف قدامه بجيبها. أول إشي لازم ترسم الهدف بعديها تسدد صح؟ صحيح. أوب 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 هذا مين؟ أوب 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 هذا مين؟ يلا جول ولا جول دخل عمك رودريجو عارف شو يعني رودريجو؟ وبلانتي مين اللي دبل؟ بس حلوة اوه بي لو جابها فاتي يا الله اها ها هي المرتدة ويبدو ان فالفيردي اعزائي المتابعين سوف يقضي على احلام الشباب الطيبة هو والاسطورة فيش فيهاش كمل تتغنوج لي قاعد كمل دعس على رجله دعس على رجله يا عمري دعس على رجله بلنتي غارسيا تحياتي لك منور اخوي حيضيع يا بي السيناريو يضيع ضيع 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 يا زلمه انا بدي اروح السلام عليكم يا عمي هاي المخده كما قلنا لكم اعزائي ايش دخلني انا لك لا المايك يا زلمه
نعم ابو منين ما انت. انتهت المباراه بفوز ريال مدريد 3-1. الصراحه البلنتي اجى قتل المباراه، اشتقن المتخلف ما قدر يصدها. برشلونه كان بامكانه يعدل النتيجه، هذا يعني اكبر دليل انه انا مو النحس اللي على برشلونه، انا اليوم شجعت ريال مدريد. لايك شير اعزائي المتابعين لكي تجدونا في مرات قادمه، ونحبكم هوايه 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 وهوايه اقل سعر. دعونا نكون وصلنا لنهايه المقطع، شكرا لكم، شكرا لتواجدكم، شكرا مدريد، تحياتي لكم. يلا مدريديه سووا لايك، انبسطوا سووا لايك سووا شير وخلاص. ويعطيكم ألف عافية أعزائي المتابعين، نراكم في مرات أخرى، وباي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا انجلح نهاية الفلوق، وباي باي.